بسم الله الرحمن الرحيم. سويتش في لانز اند ترانك. بدنا نغطي اليوم ان شاء الله موضوع الفي لانز والترانك اللي حنطبقهم على سيسكو سويتش. الان عندنا باكت تريسر، بس قبل ما نروح للباكت تريسر في عندنا مفهوم الاكسس بورت، وان في لان بير بورت. طبعا بورتات السويتش فيه بورتات ايثرنت. كل بورت من البورتات اذا بدي اطبق الفي لان بمفهوم الاكسس بورت، كل بورت من بورتات السويتش حيكون لها في لان واحدة، كل بورت بيحمل في لان وحيدة. طبعا عشان انشئ في لان في عندي الكود، طبعا على الكونفيجريشن مود VLAN 70 بعطي الفيلان رقم متغير، ممكن يكون 1 100 او 2 السويتش. بعدين بروح بيوديني بياخذني على الفيلان كونفيجريشن، بعطي الفيلان اسم نسميها ستودنت. لو حابب اعمل فيريفيكيشن او اتاكد من انه تم انشاء الفيلان 2، بروح على صيغة الامتيازات. من صيغة الامتيازات بكتب الأمر show VLAN. بعد ما أنشأنا VLAN 2 بنعمل assign VLAN to specific port. بختار أي بورت من بورتات السويتش وبعطيه VLAN اللي تم إنشائها اللي هي VLAN 2. عن طريق بروح من خلال الكونفيجريشن مود اللي هي صيغة الإعداد على السويتش، بروح للإنترفيس اللي أنا حددته وليكن فاست إيثرنت 0x0 0x1. بعدين في صيغة الواجهة بكتب الكود سويتش بورت مود أكسس على أساس أحدد إنه أكسس بورت. بعد هيك بكتب الامر سويتش بورت اكسس VLAN 70 او زي ما احنا غيرنا هناك 2، بحيث انه البورت فاست ايثرنت 0x1 حنغيره من VLAN 1 ل VLAN 2، لانه باي ديفولت جميع بورتات السويتش تحمل VLAN 1. بدي اتاكد بكتب شو VLAN. قبل ما نروح لمفهوم الترانك بورت اللي هو بورتس كان كاري مالتيبل VLANs access across one link، بدنا نطبق مفهوم الاكسس بورت. نطبقها عملي على الباكت تريسر. في عندي سويتش وليكن نختار الجينيريك هان، بدي اجهزة كمبيوتر، بختار جهاز 2 3. طبعا اللينك او الكيبل اللي هستخدمه في ربط الاجهزة مع السويتش هيكون straight through. طبعا في عندي الفاست ايثرنت الخاص بالكمبيوتر، بربطه باول بورت في السويتش اللي هو، طبعا السويتش في عنده كم بورت؟ بورت 2 3 4. يعني انا ممكن يكون في عندي 4 VLANs للسويتش هذا، لان كل بورت ممكن احطه في VLAN. باي ديفولت جميعهم من 0 ل 3 ينتموا الى VLAN 1. بختار اللينك نفسه اللي هو ستريت رو عشان اربط الفاست ايثرنت الخاص بالكمبيوتر بتاني بورت موجود في السويتش. بعدين بختار الستريت رو مرة ثالثة وبربطه بالفاست ايثرنت 2x1. الان لو حابب اعرف البورتات الخاصة بالسويتش لأي VLAN تابعة، فأنا بلاحظ هنا لو جينا نقرأ هاي جميعهم VLAN واحد، جميعهم VLAN واحد. لو عدينا هنا على الكوماند لاين، طبعا دبل كليك على الجهاز السويتش كوماند لاين هي انيبل شو VLAN، فبلاحظ هنا لو بضغط VLAN شو VLAN
بلاحظ هنا هاي الفيلان نيم ديفولت، الفيلان واحد تمام، والنيم ديفولت، اسم الفيلان ديفولت. وعندي طبعا البورتات جميعها، فاست ايثرنت 0 باي 1، فاست ايثرنت 1 باي 1، فاست ايثرنت 2 باي 1، فاست ايثرنت 3 باي 1، جميعها تابعه لفيلان واحد زي ما حكينا واسلفنا في بدايه المحاضره. تمام، هيك تاكدنا انه جميع الاجهزه تابعه لفيلان واحد. نعنون، لو اجينا نعنون نعطي الجهاز هذا طبعا اعطيه اي بي 192.168.1.1 مثلا، طبعا الماسك 24 والفيلان طبعا تابع لفيلان واحد. هان لو اعطينا الجهاز هذا الاي بي تبع 192.168.1.2 على 24 الماسك طبعا الفيلان واحد. هان الاي بي 192.168.1.3 الماسك 24 طبعا جميعهم في فيلان واحد. طبعا اسم الفيلان ديفولت، جميعهم تابعين لديفولت فيلان واحد. لو جينا نطبق على كل جهاز ونعطي الاي بيات، الجهاز الأول أعطيناه أي بي، بدنا نعطيه أي بي 192.168.1.1 والماسك اللي هو 255.255.255. لو في عندي راوتر في الشبكة بحط عنوان الراوتر هنا، بحط عنوان الراوتر تمام، بس على أساس إنه شبكتنا ما فيش فيها راوتر. لو حابب أضيف راوتر بأضيفه، بغير يعني لو حابين نضيف راوتر نضيفه في شكل تاني، نروح للجهاز التاني ونعطيه 192.168.1.2 برضه نفس الشيء. لو في عندي راوتر بعطيه العنوان على اساس انه يشوف الراوتر. الجهاز الثالث 192.168.1.3 تمام. الآن لو حبينا نتأكد من الأجهزة إنها شاف بتشوف بعض، بكتب بينج طبعا. لو بدي أشوف عنوان الجهاز هذا أي بي كونفيج، هذا عنوانه 3، بدي أعمل بينج لواحد، بينج 192.168.1.1 إنتر تمام، في اتصال. لو حب أعمل الجهاز 2 إنتر برضو في اتصال. اذا في شبكة بين الاجهزة طبعا لانه جميعهم في فيلان واحد. الان بدنا نغير الجهاز هذا البورت، بدي احط الجهاز اللي اسمه بي سي 1 هان، بدي احطه في فيلان 2، بدي اغير الفيلان، بدي اغير الفيلان واحد هاي الى فيلان 2. هنشوف كيف بدنا نغيره من خلال الكوماند لاين الخاص بالسويتش. فزي ما احنا شايفين هنطبق الان الخطوات اللي احنا اسلفناها هنا عشان بس نوضحها. انا في الاول لازم انشئ فيلان، عشان انشئ فيلان طبعا بروح للكونفيج مود الخاص بالسويتش وبسمي فيلان 2، بعد هيك بعطيه اسم ستودنت، بعدين بتاكد موجود ولا لا، وبعد هيك بحدد البورت اللي بدي اعطيه لفيلان 2. فخطوه خطوه، هان في الأول بروح للكونفيج الكونفيجريشن صيغة الإعداد للسويتش وبأنشئ VLAN 2 إنتر، بعد هيك بعطيها اسم نيم، نيم زي ما حكينا ستودنت، ستودنت زي ما هو موجود معنا. الآن أنا أنشأت، بدي أتأكد بعمل إند وشو VLAN، تم إنشاء هاي VLAN 2 سميناها ستودنت، هي اخذت رقم 2. في الاول كان عندي واحد ديفولت، غيرناها ل 2 واخذت اسم جديد اسمه ستودنت. الان بدي الفيلان 2 هذه اعطيها للبورت
لبورت من بورتات السويتش، وانا عندي هنا على سويتش انا الجهاز هذا رابطه ببورت اسمه في فاست ايثرنت 1 باي 1. فبدي اروح للسويتش واروح للكونفيج تي، بعدين اروح للانترفيس اللي هو فاست ايثرنت 1 باي 1. طبعا بضغط على تاب بيكمل لي اسم البورت اللي هو فاست ايثرنت 1 باي 1. هاي زي ما احنا هنا، هاي بروح في الاول للفاست ايثرنت، طبعا هان حسب مثالنا 1 باي 1 حسب الباكت تريسر اللي احنا شغالين عليه، بروح لل 1 باي 1. بعد هيك بدي اكتب الامر هاي عشان افتح المود، هاي انتر. هاي زي ما احنا شايفين رحنا للانترفيس اللي هو 1 باي 1، بعدين بكتب سويتش مود، لان زي ما حكينا في عندنا نوعين اللي هو اكسس بورت وترانك. فانا بكتب سويتش بورت مود اكسس انتر، بعد هيك بكتب سويتش بورت اكسس وبعطيه الفي لان اللي رقمها 2. فالبورت اللي رقمه 1 باي 1 فاست ايثرنت 1 باي 1 حياخد في لان 2. انتر انت بعمل شو في لان. فبلاحظ انه هان في عندي في لان رقمها 2 اسمها ستودنت، مين فيها عضو في لان فاست ايثرنت 1 باي 1. الان بدي احاول اعمل بينج، لان الان هذا صار في فيلان واحد، صار في فيلان 2، وهذا الجهاز وهذا الجهاز في فيلان واحد. بدي احاول اعمل بينج بين الجهاز الاول والجهاز الثاني. الناتج مش حيكون في بينج، ليش؟ لانه كل واحد منهم في شبكه تختلف عن الاخرى، او في فيلان تختلف عن الاخرى. فلو اجينا هنا عملنا بينج، طبعا بس على اساس اي بي فيك هذا عنوان 2، بدي اعمل بينج لواحد 192.168.1.1 انتر. طبعا حيقول لي تايم ريكويست اوت، لانه واحد في جهاز اللي عنوان 192.168.1.1 في فيلان واحد مش في فيلان 2، فعشان هيك مش حيشوفوا بعض. حصير في اذا السويتش هذا بيحتوي على شبكتين تخيلتين بيختلفوا عن بعض. الاثنين اللي هنا لسه بيشوفوا بعض، يعني انا لو بدي اعمل بينج من الجهاز هذا للجهاز حيشوفوا بعض، لكن مش حيشوفوا اثنين. لو خشيت هنا برضه زياده للتاكيد، وهنا عملنا بينج طبعا برضه عشان نتاكد اي بي كونفيج، هذا الجهاز عنوان واحد بيشوف ثلاثه لكن بيشوفش اثنين. اي بينج 192.168.1.3 شايفه، لكن اثنين لانه ليش شافوا؟ لانه في نفس الفيلان. لكن لو رحنا نعمل بينج للجهاز اللي عنوانه 192.168.1.2 مش حيشوفه، لانه في فيلان تختلف اللي هي سميناها فيلان 2. هاي ريكوست تايم اوت. هيك بيكون انهينا مفهوم او انجزنا مفهوم الاكسس بورت في برمجه السيسكو سويتش لاعداد الفيلانس. بضل عندنا مفهوم الترانك، حيجينا في تسجيل آخر من خلال الخطوات اللي احنا هننشئها هنا.